ستظل مصر غنية بأبنائها الشرفاء من رجال الأعمال والخبراء والمجتهدين في كل المجالات، ينشرون العلم والمعرفة، رافعين راية العزة والكرامة، ومؤكدين علامات الريادة والتاريخ. سفراء فوق العادة. دولة السودان الشقيق، الخرطوم. أحييكم من هنا من وادي النيل من الخرطوم العاصمة السودانية، حيث استقبلنا الشعب السوداني بمزيد من الترحاب وكرم الضيافة، وهي ليست بغريبة على الشعب السوداني الذي يمثل امتدادا حقيقيا لمصرنا العزيزة. سيداتي وسادتي، في كل مكان على أرض المعمورة يتألق المصريين ويتألق كل مصري في مجاله سفيرا متميزا لبلاده. سفراء فوق العادة في كل موقع يتألق فيها المصري في جميع أنحاء البلاد، ونحن هنا مع إحدى النماذج المصرية الناجحة، سفيرا فوق العادة هنا في العاصمة السودانية الخرطوم. ضيف الليلة المصرفي البارز السيد الأستاذ أسامة عشماوي، الخبير المصرفي المصري. هل بتشعر بأي غربة؟ خالص، احنا من ساعة ما نزلنا الحمد لله بنتحرك في البلد، حاسين ان احنا في وسط اهلنا، في وسط ناسنا. السودانيين الاخوة السودانيين مش غرباء علينا ولا احنا غرباء عليهم، دائما وابدا احنا في حوالي 6 مليون سوداني في مصر، هنا حوالي برضو 3-4 مليون مصري. مش حاسين احنا في بلد غريبة، بالعكس احنا حاسين ان احنا في وطننا وفي وسط اهلنا في وسط ناسنا، وكل احلامنا ان احنا نعمل طفرة للمجتمع السوداني بما يعزز التكامل بين الشعبين، وان شاء الله ربنا يوفقنا، طبعا بيبقى من عند ربنا وننجح في كده. مصر موجودة؟ لا للأسف، هم في مصر عشان الدراسة بتاعت الأولاد. يعني ازاي بتقدروا تتوائموا مع طبيعة التواجد هنا؟ يمكن درجة الحرارة تكون مرتفعة شوية في فصل الصيف، لكن يعني تواجد حاجة خلال السنوات الماضية اعتقد حاجة ده تتغلب على هذا. 90% من وقتنا بنقضيه في البنك، ما عندناش يمكن وقت فاضي نقضيه غير بنروح على يعني يدوبك ناكل ننام نغير حاجة زي كده، فمش حاسين بحرارة الجو اكتر من حاسين بحرارة المسؤولية اللي علينا. البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر. هنا من مقر البنك الاهلي المصري فرع الخرطوم، وفي احدى اجمل حال المواقع هنا امام ميناء السودان الدولي، وفي موقع شديد الحياة الجمال، مبنى خاص للبنك الاهلي المصري. البنك الاهلي كان متواجد في الخرطوم منذ 1902. البنك الاهلي تواجد في الخرطوم ولعب دور البنك المركزي لحد سنة 1960، يوم ما تم تأسيس بنك السودان المركزي وانسحب البنك الاهلي، وعاد بس عاد عودا حميدا كبيرا يليق بعراقة واسم البنك الاهلي. بالرغم ان البنك التجاري ما ببصش على الربحية قد ما ببص على الادد فاليو او القيمة المضافة اللي بنضيفها للسوق السوداني، للمستثمر السوداني، ولو حبذا لو كان استثمارات مصرية سودانية هتلاقيني معهم قلبا وقالبا. بنك اهلي مصر واهل السودان. البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر. ضيف الليلة المصرفي البارز السيد الأستاذ أسامة عشماوي، الخبير المصرفي المصري. ما هي الانطباعات الأولى أو الانطباعات التي خرجتم بها عن الشعب السوداني؟ شعب جميل محترم، شعب طيب قوي، شعب يحب المصريين قوي، مفيش محسناش بفوارق بيننا وبينهم، ونفسنا نحط ايدينا في ايدين بعض لرفعه البلدين باذن الله. هل هناك عوائق هنا في السودان تمنع المستثمرين من ان ياتوا الى هنا؟ لا، ما فيش هنا عوائق، بس احنا عندنا مشكله واحده، ان المستثمر اللي بيجي ما بيعرفش هو البلد عايزه ايه،
فدائما وابدا بيجي مستثمر في غير يعني ما بيجيش في الحته المخصصه من قبل، يعني ما عندوش خريطه، ما عندوش خريطه، ما عندوش البلد عايز ايه. يعني دايما بيقول للمستثمر وانت جاي اعرف انت رايح فين واعرف البلد محتاجه ايه عشان تقدر تنمي مواردك او تستثمر مواردك في مشاريعات مشروعات صح، وبالتالي تقدر تثبت وجودك. البلد هنا بلد زراعيه عندها اراضي خصبه، عندها ثروات ربنا نعم عليها بالثروات بسم الله ما شاء الله ربنا يزيدهم، عندنا ارض زراعيه، عندنا ثروه حيوانيه كبيره، عندنا تعدين. فيبقى انا لازم ادور على المشروعات اللي تخدم الاليات دي كلها. بتقول برضو حضرتك بتقول برضو عندنا ده بدانا احساس بانك تتحدث عن مصر والسودان في كيان واحد. انا حاسس ان انا في بلدي، انا حاسس ان انا في بلدي وما فيش فرق ان انا مش قاعد في غربه. فلما اقول عندنا انا حاسس ان انا في بلدي. كلمه الى المواطن او المستثمر المصري الذي يريد ان ياتي الى الاستثمار نفسه. هنقول له اهلا وسهلا ببلده ويشرف وينور، بس يجي معاه استراتيجيه، يجي عارف هو هيعمل ايه ورايح فين وهيستثمر فين وهيطلع ناتج بتاعه امتى. الاستثمار دايما نفس طويل، العائد بتاعه جاي، ما يستعجلش في العائد او ربحيته من المشروع، ويبقى عارف هو جاي يستثمر في ايه، وبلد بومينج ان هي تستحمل عشرات عشرات الالاف من المستثمرين ان شاء الله يجعلوها جنة في الارض ويجعلوها سلة الغذاء العربي فعلا اللي احنا بنحلم بيها. مصر والسودان واجهين لعملة واحدة. انا كرجل اعمال مصري مقيم في السودان، الحقيقة يعني الامتيازات والتعاون اللي انا بلاقيه موجود هنا من خلال الجانب السوداني، انا ممكن بدون مبالغة ممكن ما تلاقوش حتى في مصر بمنتهى الامانة. يعني رجل اعمال المصري او مواطن المصري او اي احد له علاقة بمصر مدام الباسبور مكتوب فيه مصري فهو سوداني بالمثل، ما في اي اختلاف، ويتمتع بافضليه عن اي جنسيه اخرى موجوده هنا. البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر. البنايه بتاعتنا تتكون من 9 طوابق موجوده في طريق افريقيا او شارع افريقيا، وهو من الطرق الرئيسيه فيسنج على طول ومواجهه تماما لمطار خرطوم الدولي. الباك جراوند بتاعت الخلفيه اللي هي الخريطه والامتداد الاستراتيجي لمصر اللي هي مصر والسودان. طبعا ركزنا على العمليه ديت لان طبعا السودان هي البعد الاستراتيجي لمصر. احنا هنا طبعا قسم الاتريد بيختص بكل العمليات الصادر والوارد، فنحن بحكم ان معظم التجاره هنا ما بين مصر والسودان كبيره جدا، فبنستقطب كميه كبيره من المصدرين والمستوردين. زي ما البنك الاهلي هو بنك اهل مصر، انا بحاول اكون هنا بنك اهل مصر والسودان. انا بحاول اكون طبعا انا العميل السوداني بالنسبه لي هو الدافع، هو الموتور، هو المحرك الاساسي اللي انا بجري وراه، سواء كان على مستوى الريتيل، سواء على مستوى الصناعي، على مستوى التجاري. طبعا انا شعاري ان هو ادد فاليو، القيمه المضافه. البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر. يعني 3 مليون مسافر في السنه لمصر، وانا اعتقد انه في على الاقل في 400 او 500 الف مصري موجودين بالسودان الان، غير رجال الاعمال اللي بيجوا بيمشوا المؤقتين. يعني زيارات هي دعوه للانفتاح نحو السودان. بعد مصر تحتاج للسودان، مصر والسودان يحتاج لمصر، مصر تحتاج للثروات الموجوده في السودان الغير مستقله والمستقله، مصر تحتاج للثروه الحيوانيه الموجوده في السودان، مصر تحتاج للزراعه الموجوده في السودان، مصر تحتاج للارض الموجوده في السودان، السودان يحتاج للايدي العامله المصريه، يحتاج للتكنولوجيا المصريه، يحتاج لتطور الصناعه الحدث بمصر، يحتاج لرؤوس الاموال المصريه للاستثمار في السودان. ضيف الليله المصرفي البارز السيد الاستاذ اسامه عشماوي الخبير المصرفي المصري. من مصرفي ناجح ذو خبرة زي حضرتك في بلد زي السودان، يعني 4 نصائح تقولها للمصرفي المغترب خارج البلد. اشتغل في بلد، اي بلد انت دخلت فيها على انها بلدك،
راعي مصالحها كأنها بتراعي مصالحك. اتقي ربنا، اشتغل لاسمك واسم بلدك. رسالة كده توجهها للشعب المصري، نقول ربنا يحمي مصر، ربنا يحمينا ويحمي مصر، ربنا يرفع رايتنا ان شاء الله ويهدينا حنا ويبقى في تقدم اللي نفسنا فيه ان شاء الله.